بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على النبي الكريم. أولا نريد خلال هذه المقابلة لا يضر أن نطور جميع المواطن الموريتانيين النجاح العملي الذي التقى بها الطاقم الطبي سجن جيدة، ونغني مرة العملية التي كانت عملية ناجحة لله الحمد، ونطلب من جميع المواطنين الحمد لله على سلامة يظهر هذا الحديثين حديث خطأ من طرف مجموعة من الجيش يطالب غير معبد بنواحي قوية، الحمد لله على ما يرون والخطأ فأنا الحمد لله ذلك مشكلة الحمد لله العملية كانت ناجحة، وهذا من بعض الجهود التي قام بها الطاقم الطبي في الصلاة لله الحمد لله.